السلام عليكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا، الله يسعدكم يا رب. من كم يوم نزلت فيديو عن الشيري وتكلمت فيه عن موضوع الاسواق وموضوع كيف نتصرف نسرع باللون والامور هذه. انا طبعا ما احب ابدا اتكلم عن موضوع التسميد لانه هذا دخلنا في نقاشات، وانا والله رجل لا اعشق النقاشات نهائيا، النقاشات المزعجه وما فيها نتيجه، لو الامر على يكون سؤال وجواب اهلا وسهلا، لكن نقاش وناس تعشق النقاشات ما احب والله. بس عشان بعض حبايبنا اللي يتكلموا وقالوا لي نبغى بس البرنامج حق او كيف افضل طريقه للتعامل مع الشيري علشان الحبات ما توصل حجم اللي كبير والاسواق ما ترغبها، كيف نحافظ على حجم الشيري بالطريقه هذه زي ما انتم شايفين، هذا الاحجام المطلوبه هذه بالسوق. فالفكره الله يسعدكم انه ما فيها يعني وجع راس ولا فيها علم زايد، كل ما في الامر انه بس اللي عنده برنامج تسميد اكيد هو عنده المتعادل داخل ضمن برنامجه. البرنامج تسميد يكون عنده ضمن البرنامج اللي هو مثلا 18 او 20 متعادل، عشرينات او 18ات زي ما يقولوا. فهذا المركب طبعا داخل فيه البوتاسيوم، لكن بنفس الوقت هو من ضمن برنامجه انه يوم يعطي الحديد وبعد كم يوم يعطي العناصر الصغرى وبرضه الكالسيوم والمغنيسيوم والاشياء هذه، وان كان هيعطي اشياء للجذور ما في مشكله، لكنه حيمر عليه بنفس البرنامج للاسف يوم للبوتاسيوم، فتلاقيه يعطي المتعادل والمتعادل فيه العشرينات اللي هو فيه 20 بوتاسيوم وال18ات فيه 18 بوتاسيوم. فانت لما يعني تشتغل على الدرجه هذه العاليه من البوتاسيوم الشيري حيعطيك الحجم يعني اللي مش مرغوب بالاسواق نهائيا. فالله يسعدكم، مجرد بس نشيل الكالسيوم، جرعه الكالسيوم اللي هي كالسيوم لحالها، ونكتفي بالجرعه اللي مع المتعادل. هنا انتم وصلتوا لمرحله جميله من احجام الشيري، وايضا عمليه التوريق يعني ما نرحم الشيري نهائيا، ما نرحمه، نترك فيه بس القمه الناميه معها 70 سنتي بالحدود هذه، الباقي كله نسحب الأوراق سحب كامل، وكذا نحافظ على حجم الثمرة المطلوب بالأسواق. أيضا الله يسعدكم في طريقة أخرى للي يعني ما هو قادر يتصرف بالأسمدة، والأسمدة ترى تحتاج لها ناس يعني شوي يضبطون الأمور، يعني مش جزاف، أو ترى الشيري تحديدا ما ينجح معه حكاية البرامج اللي موجودة هذه، الله يسعد الجميع، انسخ برنامج وعطنا برنامج، لا ما ينجح مع الشيري. إذا تبغى تأخذ شيري سليم لازم أنت ترتب برنامجك حسب التربة وحسب الموية اللي عندك وحسب نمو الأشجار طبعا، وبنفس الوقت ننتبه من حكاية البوتاسيوم والبرامج حقات البوتاسيوم الله يسعدكم هذه، نخففها ونكون وفرنا فلوس بعد الله يسعدكم. أيضا في أمر آخر أنه نقدر نخلي اللي هو احنا نتكلم عن الأحمر، هذا هو اللي يزيد حجمه احيانا اذا ما لقى تعاملات سليمه بالاسمده فتزيد الاحجام حقته. المهم في طريقه اخرى انه نربي الشجره او الطماطم على ساقين، على فرعين، يعني نطلعها من هنا نطلع لها فرع ثاني، هنا لما تطلع فرع ثاني من الطماطم انت حتربيها على ساقين، بالحاله هذه خلاص انت امورك بالسليم، هي اصلا ما حتجيب لك حبه كبيره نهائيا، يعني حتكون الحبات كلها حبات تسويقيه. فلذلك الله يسعدكم هذه الفكرة اللي حبيت أقولها لكم على السريع، يعني ولا أبغى أنه نرجع نتناقش مرة ثانية وثالثة وعاشرة بحكاية برامج التسميد. أنا ما عندي برامج تسميد حقيقة، برنامج اسمه برنامج ما عندي، أعطي الأشجار المقدار الخفيف ولا تحرصون، يعني ترى الشجرة النبتة يكفيها جرام واحد، يعني البعض يشوفه يعطي 3 جرام، صراحة هذا يعني هدر للمال وهدر للأسمدة وزيادة تملح بالتربة، ما في داعي للكلام هذا كله، هدوا اللعبة مع الأسمدة تأخذون خير وبركة إن شاء الله. الله يسعدكم، مهم جدا أنه نخلي البوتاسيوم موجود بالحساب، أنه نوفره ونخليه بالمستودع الله يسعدكم، وبلاش من البرامج، واحذروا من البرامج اللي تأخذونها من فلان وعلتان، بعض الشباب الله يسعدهم ترى توصياتهم في غير محلها بصراحة، والله يسعدكم، مع السلامة.